بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، أعزائي الطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم الدكتور محمد عبد العزيز بسيوني، مدرس أمراض العصبية بكلية طب طنطا. إن شاء الله ميعادنا النهاردة هنتكلم معاكم عن الكرانيال نيرفز إكزامينيشن. إحنا عارفين طبعا إن الكرانيال نيرفز هما 12 كرانيال نيرف، أول واحد خالص اللي هو الأولفاكتوري لغاية ما نوصل للهايبوجلوسال نيرف. الفاكتوري نيرف زي ما انتم عارفين هو كارينج السميل سنسيشن من النوز للسنتر بتاعه في التمبرال لوب. طبعا احنا عشان نعمل اكزامينيشن للالفاكشن احنا بنخلي البيشنت يقفل عينيه، لان هو ببساطه احنا عايزين البيشنت يتعرف على الحاجه اللي هو هيشمها دي من الانف، فما بنبقاش عايزين يشوفه بيشوفها بعينيه فبيغطي عينيه. تاني حاجة بنعمل اكزامينيشن لكل نوستريل لوحدها، فبالتالي بنخليه يقفل وان نوستريل ونقرب الحاجة اللي احنا هنخليه يشمها دي لفتحة الأنف. طبعا احنا لازم تالت حاجة بقى لازم نستخدم حاجة سترونج اودر، يعني لها اودر كويس يقدر يشمه، بس لازم تكون نون اريتنت. طبعا نون اريتنت عشان انا المفروض ما اعملش اريتيشن للترايجيمينال نيرف. نيزال ميوكوزا سبلايد باي ترايجيمينال اند اولفاكتوري. الاولفاكتوري نيرف كارينج سميل سنسيشن، لكن الترايجيمينال كارينج الاذر سنس اذر تايبس اوف سنسيشن. فبالتالي انا ما ينفعش اعمل بحاجه نون بحاجه اريتنت ماتيريال، بعمل حاجه نون اريتنت ماتيريال. زي ايه مثلا؟ زي الكوفي. فانا بجيب الحاجه اللي هي نون اريتنت وخلي البيشنت يقفل مثلا نوستريل ليفت سايد واقرب الحاجه دي من الرايت واقول له يتعرف عليها ايه. هو لو هو اتعرف عليها يبقى نورمال نورمال كده، اما لو ما اتعرفش بيبقى عندنا حاجه اسمها انوزميا. طبعا احنا كده عملنا اول نوستريل، ثانيه لوحدها، واشوف كل واحده هو يعني فيها حاسه الشم موجوده ولا لا. طبعا الانوزميا دي بتبقى موجوده في بعض الديزيز، الحاجات اللي هي ممكن تكون لوكال في النوز نفسها، اي ان تي كوزس، يعني مثلا مريض عنده كومون كولد، مريض حصل له تروما للنوز، او مع يعني نيورولوجيكال كوزس زي الباركنسون ديزيز. يعني مريض الباركنسون ديزيز اللي هو شلل الرعاش ده بيفقد حاسه الشم، او مع الايدجنج مع الناس الكبار في السن شويه بيبدأوا برضه يفقدوا حاسة الشم تدريجي. ممكن يكون unilateral anosmia، يعني loss of smell sensation in one side of the nose أو in one nostril، وده بيبقى ممكن يكون نتيجة local cause برضه في النوز نفسها، نتيجة إن في blockage للنوز، أو إن يكون في حاجة عاملة interruption للباسوي بتاع الأولفاكتوري نيرف، زي مثلا بعض المرضى اللي عندهم مننجيوما في الكرانيال كافيتي، عامله كومبريشن على الاوبتيك على الاولفاكتوري نيرف، فبتعمل طبعا لوس اوف سنسيشن لوس اوف سميل سنسيشن ان ذيس سايت. ممكن حاجه اسمها باروسميا بقى. باروسميا يعني ايه؟ يعني البيشنت identify smell in يعني inappropriately، يعني مش شامم حاجة تانية أو شامم حاجة غير طبيعية أو شامم حاجة مش موجودة، سواء برضو nasal infections حاجات local في النوز أو حاجات neurological disease زي temporal lobe epilepsy. يعني temporal lobe epilepsy البيشنت ساعات بيشم ريحة غريبة زي ريحة شياط زي مادة بلاستيكية بتحترق كده، فبيدي الإحساس ده أو بيشم الحتة دي. أو psychological disorder زي مرض الدبريشن وكده، بيحس ان هو شم حاجات غريبة هي مش موجودة كنوع من الاليوجن او الهاليسينيشنز. تاني نيرف هنتكلم فيه هو الاوبتيك نيرف. طبعا الاوبتيك نيرف اول حاجة لازم نعمل اسسمنت للفيجوال اكيوتي، وبعد كده هنتكلم على الفيجوال فيلد، وبعد كده الفاندس والكالر
examination. طبعا الفيجوال اكيتي احنا بنعمل examination عن طريق السنيلين تشارت، بنخلي البيشنت يقعد على مسافة 6 متر، وطبعا wearing his glasses او contact lens لو هو بيلبسهم. طبعا عشان احنا مش بنعمل assessment للإيرور اوف ريفراكشن، احنا بنعمل assessment للأوبتيك نيرف. فبالتالي هو لو هو بيرتدي نظارة او بيرتدي عدسة لاصقة، فبنخليه حاططها عشان خاطر نعمل assessment للأوبتيك نيرف نفسه. طب لو مش متاح عندنا السنيلين شارت، احنا بنعمل حاجة اسمها counting fingers، ان انا بقف على مسافة 6 متر وابدا اخليه يشوف هل هو قادر يعني كاونتينج فينجر ولا لا. لو مش قادر بقرب متر، ثم بقرب متر، ثم لغايه ما اوصل لمتر مثلا ما بيشوفش، اقرب لغايه 30 سنتي من العيان. وبعدين لو لقيته ما شافش برضو ببدا احرك ايدي. لو هو لو شاف حركه الايد يبقى اسمها هاند موفمنت، يعني هو البرسبشن بتاعه او الفيجن بتاعته هاند موفمنت بس. لو مش شايف بحط سورس اوف لايت قدام عينيه، بيبقى اسمها لايت برسبشن او برسبشن اوف لايت بي ال. لو مش شايف طبعا حركة، لو مش شايف اللايت سورس اوف لايت يبقى نو بي ال، يعني كده البيشنت ده بلايند. تاني حاجة أنا بعمل أسسمنت ليها هي الفيجوال فيلد. الفيجوال فيلد طبعا إحنا بنعمله كلينيكالي بحاجة اسمها كونفرونتيشن تيست. كونفرونتيشن تيست أنا كإكزامينر بقعد قصاد البيشنت. طبعا أنا لو بعمل له إكزامينيشن للرايت أي، بعملها أنا بالليفت أي بتاعي، يعني أنا بعمل إكزامينيشن للأي بالأي اللي قصادها. يعني أنا لو قاعد قدامه وبعمل له إكزامينيشن للليفت أي زي ما أنتم شايفين، يبقى أنا بغطي الليفت اي بتاعي وبعمل وبفتح الرايت اي. وطبعا بجيب اي اوبجكت وابدا احرك ايد واقعد على مسافه الاول 50 سنتي وابقى في نفس المستوى، واخلي البيشنت ما يبصش يمين ولا شمال، يعني يبقى عينيه في عيني، هو بيبص في عيني ما بيحركش عينيه يمين وشمال. انا لازم افهم العيان كده شويه الاول، وبعدين انا اجيب اوبجكت وابدا احركها من بعيد لقريب، يعني ببدا من البريفري تو ذا سنترال فيجن، وابدا اشوف العيان شاف الاوبجكت ده امتى. لو هو شافه زي ما انا شفته في بدايه ما دخل الفيجوال فيلد، يبقى هو كده نورمال، باعتبار طبعا ان انا الفيجوال فيلد بتاعي نورمال. طيب لو هو لو انا شفت الاوبجكت ده وهو داخل من بره لجوه وهو ما شافوش، يبقى هو عنده ديفكت في الفيجن او في الفيجوال فيلد في الجزء ده، زي ما انتوا هتشوفوا كده الفيديو ماشي، يبقى يمين وشمال وتحت وفوق. ببدأ أقرب وأشوف الإيه، هل هو شايف ولا لأ. هو أول ما هيشوفه هيقول لي أنا شفته. لو هو توافق معايا يبقى إحنا كده هو عنده نورمال فيلد. لو أنا شفت الأوبجكت ده وهو ما شافهوش، بفضل أقرب أقرب لغاية ما أوصل للسنتر اللي هيشوفه في السنتر، فكده يبقى أعرف إن الفيلد ده فيه مشكلة عنده. طبعا مشاكل ال الفيجوال فيلد طبعا حسب السايد بتاع الليجن. احنا عندنا طبعا النيرف فايبرز من بتطلع من الاي، طبعا في فايبرز للنيزل نيزل ريتينا، وفي فايبرز للتمبرال ريتينا، وفي فايبرز للماكولا. طيب الفايبرز بتاعت النيزل ريتينا، لما اتكلم اقول نيزل ريتينا او نيزل نيرف فايبرز، دي قصادها التمبرال فيلد، قصادها التمبرال فيلد زي ما انتم شايفين كده. طيب اما تيمبرال فايبرز دي قصادها النيزل فيلد، عشان محدش يتلخبط، ان ادي النيزل قصادها التيمبرال والتيمبرال قصادها النيزل. طيب الفايبرز دي بتطلع من الاي تدخل على الايه اوبتيك، تكون الاوبتيك نيرف. لو الليجن حصل عندنا هنا في الاوبتيك نيرف هنا، طبعا هيبقى لوست الايه الفيج النيزل والتيمبرال وكل الفايبرز اللي طالعه من الريتنا، فبالتالي هيحصل كومبليت بلايند نصف الاي دي. طيب ده هيحصل كومبليت بلايند. طيب لو جينا رجعنا ورا شويه كده، شايفين التمبرال فايبرز ماشيه في الباسوي بتاعها ماشي خالص في نفس الناحيه، اما النيزل فايبرز بتعمل كروسنج عند الاوبتيك كيازما
فبالتالي الليفت بتروح ناحية الرايت والرايت بتروح ناحية الليفت. يعني احنا عندنا هنا كده دي حاجة دي اللي هي الاوبتيك كيازما، بيحصل كروسنج للاوبتيك، بيحصل كروسنج للنيزل فايبرز هنا في السنتر بتاع الاوبتيك كيازما. فبالتالي لو حصل ليجن هنا، هنا هيضرب الاوبت هيضرب ايه النيزل فايبرز باي لاترال، هيعمل حاجة اسمها كومبليت باي تمبورال هيمانوبيا. كومبليت لانه هياخد الناحيتين النيزل فايبرز على الناحيتين كلهم، فبالتالي النيزل فايبرز قصادهم النيزل فايبرز اهي قصادها التمبورال فيلد، والنيزل فايبرز اهي قصادها التمبورال فيلد، يبقى باي تمبورال باي تمبورال، ادي تمبورال وادي تمبورال قصاد النيزل قصاد الايه النيزل فايبرز، ادي تمبورال وادي نيزل فايبرز ادي تمبورال، يبقى باي تمبورال هيمانوبيا يعني نص مجال الرؤيه اللي هو هيبقى لوست باي تمبرال هيمانوبيا. طيب لو هنا الليجن حصل، هنا حصل ديستراكشن للتمبرال فايبرز دي، تمبرال فايبرز دي بس افكتد، يبقى كده هتبقى كومبليت برضو، خد النيزل فايبر خد التمبرال فايبرز كلها، تمبرال فايبرز قصادها نيزل فيلد، فهيبقى كومبليت هومونيمس هيمي انوبيا، رايت هيمي انوبيا، يعني هيعمل مشكله في ال انا اسف كومبليت نيزل هيمانوبيا، كومبليت نيزل هيمانوبيا، يعني هو خد التمبرال فيلد في الناحيه دي بس، فبالتالي التمبرال فايبرز في الناحيه دي بس، خد التمبرال فايبرز في الناحيه دي بس، هيعمل مشكله في النيزل فيلد، عشان كده هيبقى اسمها كومبليت نيزل هيمي انوبيا، كومبليت نيزل هيمي انوبيا. طيب طبعا بعد كده الاوبتيك تراكت، الاوبتيك تراكت طبعا هيبقى فيه التمبرال فايبرز بتاعت نفس الناحيه اللي هي الابسيلاترال مع النيزل فايبرز اللي هي جايه من الناحيه الثانيه. لو حصل ليجن هنا عند دي هنا، طيب هيعمل كومبليت هومونيمس هيمي انوبيا. يعني ايه كومبليت رايت هومونيمس هيمي انوبيا؟ يعني ايه؟ احنا عندنا هنا التمبرال فايبرز دي لما تبقى فيها مشكله ماشي هيعمل لنا لوس للميديال للنيزل فيلد في الاي دي. طيب لما النيزل فايبرز من هنا ماشي تبقى افكتد ماشي، هيعمل لنا مشكله في التمبرال فيلد هنا، يبقى التمبرال فيلد في الاي دي اللي هي في الرايت اي والنيزل فيلد هنا ماشي، وبالتالي هيبقوا الاثنين في نفس الاتجاه، التمبرال في اتجاه في الاي دي والنيزل في الاي دي ماشي، يبقى هو كده هيعمل لنا ايه؟ هيعمل لنا كومبليت هومونيمس هيما انوبيا، رايت هيما انوبيا. طبعا بعد كده بقى الاوبتيك راديشن، لو هو خد الجزء ده من ال من الاوبتيك راديشن ده بيبقى يعني اللي هو inferior او lower part of the radiation، هيعمل كوادرانتوبيا، هيعمل ربع بس لان هو مش هياخد نص المجال كله، هياخد ربعه بس، فهيعمل حاجه اسمها complete superior homonymous quadrantopia ماشي. لو خد الابر فايبرز هيعمل inferior hemanopia complete inferior hemanopia quadrantopia اسف ماشي. لو جه هنا بقى حصل مشكلة في الأوبتيك راديشن كلها قبل ما توصل للكورتكس، هيعمل اللي هو عند الجي هنا كده هيعمل كومبليت هومونيمس برضو هيمي انوبيا، كومبليت هومونيمس هيمي انوبيا زي ما حصل هنا عند الأوبتيك تراكت، لأن كل الفايبرز اتاخد في السيم سايد ماشي. طبعا لو الليجن حصل في الكورتكس هيحصل طبعا ماكيولار سبيرنج، لأن الماكيولار ريبريزنتد باي لاترال، دي الفيجوال فيلد ابنورماليتيز. طبعا بعد كده بنعمل اكزامينيشن للفاندس، عندنا طبعا الفاندس لازم نكون عارفين الفاندس فيها الاوبتيك ديسك وفيها الماكيولا. الاوبتيك ديسك طبعا هو اللي بيخش في البلاد فينز والبلاد فيزلز، البلاد فينز اللي هي بتبقى مور دارك شويه، الارتريز هي اللي بتبقى لايتر شويه. طبعا الابنورماليتيز بقى بنلاقي ريتينوباسي اللي هو زي ما احنا شايفين كده، بقى في كينكينج في ارتروفينس نيبنج، في اكسديت زي ما انتم شايفين اللي هو الاصفر ده او الايه الابيض، في ممكن نلاقي فيتريس هيموريدج
طبعا الاصفر ده اللي هو الهارد اكس ديت، اما الابيض ده اللي هو بيبقى كوتون وول اكس ديت. دي بتبقى في الريتنا نفسها، ريتينوباسي. ولكن احنا يعني يهمنا قوي، يهمنا في ال ان احنا ندور على حاجات خاصة شوية بالنيورولوجي، زي الاوبتيك نيرف نفسه اللي هو لما يكون سوولن بيعمل حاجة اسمها بابليديما. اوبتيك ديسك سوولن يعني اديما زي ما انتم شايفين كده، دي اسمها بابليديما. والبابليديما بتنتج عن increased intracranial tension، يعني الانتراكرينيال تنشن زاد قوي فعمل اوبتيك ديسك سويلنج. طبعا ده اللي فيه منه درجات، فيه منه جريدز ايرلي واستابليشد وادفانسد، وفي او ممكن بنقول عليها بابليديما جريد 1 وجريد 2 وجريد 3 جريد 4 لغايه جريد 5 اللي هي اوبتيك بري اوبتيك اتروفي. ماشي. الاوبتيك نيرف ديسك اديما او سويلنج ده بيبقى طبعا يا اما بابليديما او ممكن يكون حاجه اسمها بابلايتس، يعني انفلاميشن. ساعات الاثنين بيظهروا بنفس الشكل، ولكن بنقدر نفرق ما بينهم. ان البابليديما ما بيبقاش معاها لوس اوف فيجن الا لو البابليديما بقت ليت وعملت ما يسمى بوست بابليديميك اوبتيك اتروفي، زي ما انتم شايفين هنا كده، ده اوبتيك اتروفي اهوت بوست بابليديميك. اما البابلايتس لو في اوبتيك ديسك اديما بيبقى معاها لوس اوف فيجن، يعني العيان يشتكي ان هو حصل له diminution اوف فيجن او ديكلاين فيجن بتاعته رابيد. اما البابلديما دي بتحصل على مدار ممكن ايام واسابيع او شهور، وبتبقى زي ما انتم شايفين كده، وبتبقى معاها بليرنج اوف فيجن كسيمتومز، سيمتوم للعيان. يعني العيان مش هيشتكي بلوس اوف فيجن الا في البابلايتس، انما في البابلديما هو هيشتكي بجاست بليرنج اوف فيجن، هيزنس اوف فيجن كده، انما مش هيشتكي بكمبليت لوس اوف فيجن او بدايمنشن اوف فيجن الا لما البابلديما نفسها تعمل سكندري اوبتيك اتروفي. اما الصوره اللي فوق دي اللي هي بتبقى برايمري اوبتيك اتروفي، ودي بتبقى برايمري يعني سكندري يعني بوست بابليديميك او بوست بابليتيك. البابليتس اللي هي انفلاميشن الاوبتيك ديسك بوست بابليتيك. وطبعا زي ما انتم شايفين دي الايه الريتينايتس بيجمنتوزا اللي هي الديجنريشن في البريفري بتاعت الريتينا. طبعا الكرينيا نيرفز بقى الثلاثه واربعه وسته هم المسؤولين عن الاي موفمنت. طبعا عندنا الاوكليموتور نيرف والتروكليا نيرف والابيوسنت. الثيرد اللي هو الاوكليموتور نيرف سبلاي كل الانترا اوكلر ماسلز اللي هي الكونستريكتور بيوبيلي ماسل والسيلياري ماسل. الكونستريكتور بيوبيلي المسؤول عن الكونستريكشن بتاع البيوبل، تعمل مايوزس او لما بتبقى يعني دامجد بيحصل مدريزس. او السيلياري ماسلز اللي هي مسؤوله عن اللينث باور. كمان بيعمل سبلاي للليفيتور بالبيبري ماسل عشان خاطر الاي ليد اليفيشن، وبالتالي المشكله فيها هيحصل توزس، اي ليد توزس. الاكسترا اوكلر ماسلز هو بيسبلاي الميديال ريكتس والسوبيريور ريكتس والانفيريور ريكتس والانفيريور اوبليك. زي ما احنا شايفين كده، ادي الميديال ريكتس وادي اللاترال ريكتس وادي السوبيريور ريكتس والانفيريور ريكتس والانفيريور اوبليك والسوبيريور اوبليك. اللاترال ريكتس دي سبلايد باي ايه 6 كرانيال نيرف اللي هو الابيوسنت نيرف، اما السوبير اوبليك سبلايد باي الفورس نيرف اللي هو ايه التروكيلر نيرف.
لما نيجي نشوف كده الدايركشنز اللي هي بتاعت كل مصل، ادي الميديا ريكتس بتعمل ديفيجن للاي انورد يعني ميديال، ماشي. اللاترال ريكتس اوتورد لبره، السوبيريور ريكتس ابورد اند اوتورد، انفيريور ريكتس داونورد اند اوتورد، السوبيريور اوبليك اللي هي سبلايد بي برضو الاوكليموتور ابورد اند انورد، السوبيريور اوبليك بقى اللي هي سبلايد باي تروكيال نيرف بتبقى داونورد اند انورد. طبعا بنعمل كمان اكزامينيشن للبيوبل. البيوبل طبعا المفروض انها نورمال ان سايز، السايز بتاعها 2 ل 4 ملم، بتبقى المفروض انها ريجولار وبتبقى راوندد وبتبقى رياكتيف تو لايت. طبعا البيوبل لايت ريفلكس اللي هو بيبقى الافرنت بتاع الاوبتيك نيرف، ويجي الافرنت بتاع الباراسمباثيك كومبوننت اوف بي كليموتور نيرف اللي هو اللي احنا قلنا عليها في هنا في الكونستريكتور ماسل، فيحصل ايه؟ بيوبيلري كونستريكشن، ماشي. اما الاكوموديشن ريفلكس احنا هنشوف الاول هنا كده البيوبل، ادي البيوبل، ادي اللايت، بنحط سورس اوف لايت، يحصل كونستريكشن للايه؟ للبيوبل. وطبعا في دايركت كونسنشوال، يعني لما احط اللايت اوف لايت اوف سورس لايت هنا كده باجي من بره لجوه كده يحصل كونستريكشن، ده اسمه دايركت. في بقى ان انا ممكن لما احط على الاي دي الاقي الاي تاني يحصل كونسنشوال لايت ريفلكس، يحصل ما يوز للاذر اي كونسنشوال لايت ريفلكس. الاكوموديشن ريفلكس ان انا بخلي البيشنت يبص بعيد الاول فار، وبعد كده يبص نير اوبجكت، زي مثلا انا اقول له بص للتب بتاع النوز بتاعك، هيحصل كونفرجنس المفروض ومايوزس، وهيزيد الباور اللينس بتاع الباور بتاع اللينس باور عشان نقدر نشوف الحاجه الايه اللي هي الايه القريبه، هيحصل يعمل فوكسنج عليه. طبعا بقى بنعمل اكزامينيشن للايه للاي موفمنت 6 كاردينال دايركشنز زي ما انتم شايفين. ماشي، ممكن نعملها باينوكليير وممكن نعملها اليونيكليير. يعني ايه؟ يعني ممكن نعملها للعينين الاثنين مع بعض عشان اشوف الموفمنت بتاع الاي، او اعملها لكل اي لوحدها سيبريتلي. يعني السيرد نيرف طبعا لو في ليجن بيبقى فيه ايه؟ في توزس زي ما انتم شايفين، توزس، ماشي. و الاي بتبقى ديفييتد داونورد اند اوتورد. ليه؟ لان احنا بيبقى عندنا السوبير اوبليك واللاترال ريكتس بس هي اللي شغاله في الرايت، في الرايت اي زي ما انتم شايفين كده. فبالتالي ده البوزيشن اللي بتاخده الاي، ماشي، مع توزس طبعا. لو احنا رفعنا، شايفين التوزس هو رافع الايليد عشان يبان، لان طبعا التوز مغطي على الايه السكوينت، ماشي. وطبعا البيوبل بتبقى دايليتد وفيكسد نوت رياكتيف تو لايت. طبعا ده في تروكلير نيرف بيبقى في عندنا الويكنس او الباراليسز اللي بيحصل في السوير اوبليج ماسل،
ماشي، فبتبقى الاي ديفيتد ابورد اند انورد. العيان ده وهو ماشي بيجي ينزل السلم، عنده مشكله في نزول السلم، ما بيعرفش يبص لتحت فيقع. ماشي، الاي بتبقى روتيتد داونورد اند ديفيكالتي تو روتيشن داونورد اند انورد، بتبقى الاي كده ديفيتد ابورد اند انورد كده، لان هو مش قادر ينزلها تحت في الاتجاه ده. الابديوسنت نيرف طبعا عندنا مشكله في اللاترال ريكتس، فبتبقى الاي ديفيتد ميديالي، ماشي، limitation of movement of the affected eye to يعني outward. trigeminal cranial nerve بقى، trigeminal طبعا احنا عندنا components بتاعت trigeminal nerve، في sensory وفي الموتور وفي جزء خاص بالreflexes. سواء السنسيشن طبعا بتاع او الترايجيمنال كارينج السوبرفيشال والديب سنسيشن من الفيس. زي ما انتم شايفين هنا كده عندنا 3 تيرمينال برانشز من الترايجيمنال، الاوفثالميك ديفيجن والماكسيلري ديفيجن والمانديبولر ديفيجن. طبعا انا بعمل اكزامينيشن بايه، بكوتون لو انا بعمل التاتش، او بعمل ببيس ببن يعني شكت ابره كده، بشوف السوبرفيشال سنسيشن اللي هو البين، او تمبريتشر بحاجه كولد او وورم او تاتش بيس اوف كوتون. يعني شايفين هي كده بتعمل ادي الاوفثالميك، ماشي، بقارن الناحيه التانيه هل في فرق بين الناحيتين ولا لا، ادي الماكسيلري شوف في فرق ولا لا بين الناحيتين، وبعد كده المانديبولر طبعا عشان الدقن فبتحطها في الحته اللي فيها السكان، ادي المانديولر وبنشوف الايه الناحيتين في فرق في سايد ديفرنس بين الناحيتين ولا لا، او بين بريك زي ما هي بتعمل كده، بنعمل بين بريك برضه في سلمك نشوف في فرق في الناحيتين ولا لا، هل هو حاسس ولا لا. طبعا لو في مشكله هيقول ان هو مش حاسس في مكان معين، بتبقى فيه هايبوسيزيا او انستيزيا. الـ طبعا زي ما قلنا تريجيمنال كمان كارينج الموتور فايبرز تو ذا ماستيكيشن ماسلز اللي هما التيمبوراليز والماسيتر والتريجويد. طبعا بنخلي البيشنت يجز على اسنانه ونحس التيمبوراليز ماسل فوق الايه؟ فوق دي الماسيتر، التيمبوراليز الاولانيه اللي هي فوق الزيجوماتيك بون، الماسيتر اللي هي هنا دي بنعمل كلينشنج للكيس ونشوفها، او التريجويدز بنخلي البيشنت يوبن الماوس بتاعه ونشوف هل في ديفيجن ولا ما فيش ديفيجن الاول، وبعدين بعد كده اعمل خليه يعمل اوبننج للماوس اجينست ريزيستنس. زي ما انتم شايفين تاني ادي التمبوراليز، خليه يجز على اسنانه وحس التمبوراليز اشوف فيها ويستنج فيها ويكنس، ادي الماسيتر ماشي، وادي الجو خليه يفتح الجو بتاعه، ولو هو ما فيش ديفيجن اعمل ريزيستنس واشوف هيقدر يفتح اجينست ريزيستنس ولا لا. لازم طبعا ننوه هنا ونقول ان الديفيجن بتاع الجو بيبقى توارد ذا ويك سايد ويك ماسل، يعني التريجويد المفروض انها بتفتح التريجويدز الميديال واللاترال تريجويدز بيفتحوا الايه الجو، والاثنين عشان الاثنين قصاد بعضيهم زي ما انتم شايفين، زي ما انتم شايفين هنا وهنا، زي ما انتم شايفين ايه ادي الميديال تريجويد واللاترال تريجويد، فبتبقى المفروض الجو سنترال، انما لو في ناحيه منهم ويك الناحيه الهيلثي هي اللي بتعمل بروتروجن للجو وبتزقه الناحيه الثانيه ناحيه الويك سايد. ماشي، تالت حاجه من الكرينيال نيرف اكزامينيشن، من الترايجيمنال نيرف اكزامينيشن، ان احنا بنعمل حاجه اسمها ريفلكسز.
الريفلكسز عندنا تريجيمنال لو تو امبورتنت ريفلكسز، في كذا ريفلكس تانيين بس الاهم اتنين هما الكورنيال والجو. الكورنيال ريفلكس انا بعمل جاست تاتشنج للكورنيا، الكورنيا طبعا سبلايد سنسيشن بتاعها سبلايد بالاوفثالميك اللي هو تريجيمنال برضه، فانا بعمل تاتشنج للكورنيا ببيس اوف كوتون ماشي. المفروض ان هو ده الافرنت بتاعه اللي هو تريجيمنال، بيرجع لنا الافرنت بي ايه الفيشيال نيرف، يحصل ايه كلوجر للاي. فانا كده بعمل تيستنج للافرنت والافرنت اللي هو الافرنت اللي هو التريجيمنال والافرنت اللي هو الفيشيال نيرف. طبعا اخلي البيشنت يبص كده بعينيه الناحيه التانيه عشان ما يبقاش شايف القطنه، واحاول ان انا ارفع زي ما انتم شايفين الكورنيا هنا، بحاول ان انا اعمل تاتشنج للايه للكورنيا، احاول ان انا ايه ارفع الايليد بالراحه كده، اخلي العين يبص الناحيه التانيه، وابدا اقرب بالراحه كده خالص من غير ما المس الاي لاشز، وايه احاول المس الكورنيا، هيحصل ريفلكس بلينكينج ده نورمال، يبقى معنى كده سنسيشن انتاكت كده. طيب الجو بقى، الجو انا بعمل تابنج على الجو، بخلي البيشنت يفتح زي ما انتم شايفين الجو كده سلايتلي حاجه فتحه صغيره، واحط صبعي واعمل تابنج على الصبعي. المفروض نورمال ان انا الاقي الريفلكس ده، يا اما ان هو ما يحصلش حاجه يعني نورمال ان هو يكون ابسنت، او ان هو يحصل جاست موفمنت بسيطه كده كلوجر للايه للجو، ودي بتبقى جاست بريزنت ريفلكس. انما الابنورمال ان هو يبقى يكون اكسجريتد، ان الجو يقفل قوي لما اعمل انا كده، يبقى معنى كده ان في عندنا ليجن موجود فوق تريجيمنال نيرف نيوكليوس افكتنج البيراميدال تراكت، فبالتالي دي بتبقى باثولوجيكال في حالات اللي بيبقى فيها بايلاترال بيراميدال تراكت افكشن. الكرانيال نيرف السابع اللي هو الفيشيال نيرف، طبعا الفيشيال نيرف هو سبلاينج المسلز بتاعت الفيشيال اكسبريشنز اند بلينكينج، وسبلاينج المسل في الاير اسمها ستابيديس، وسبلاينج تيست سنسيشن للانتيريور تو ثيردز اوف ذا تانك، وسبلاينج اللاكريمال جلاند من خلال الباراسمباثيك سبلاي بتاعها. طبعا الفيس الفيسيال الفيس احنا في عندنا الفيشيال اكسبريشن ماسلز اللي هي الفرانتاليز الاوربيكولاريز اوكيولاي الباكسينيتور والنزاليز والاوربيكولاريز اوكيولاي والمنتاليز ماسل، دي الماسلز بتاعت الفيس اللي هي مسؤوله عن الفيشيال اكسبريشنز. احنا بنعمل اكزامينيشن ازاي؟ اول حاجه لو على الفرانتاليز بنخلي العيان يرفع حواجبه لفوق، نشوف الكوريجيشنز اللي موجوده دي، شايفين الكوريجيشنز اللي موجوده دي نورمال المفروض تكون موجوده. لو انا العيان جه لو الكوريجيشنز دي مش موجوده، او ان العيان جه يرفع الحاجب بتاعه، اقول له ارفع حواجبك لفوق، لو لقيت في ناحيه الحواجب فيها مش بتترفع يبقى كده عندي مشكله. بخلي العيان يغمض عينيه ويزور على عينيه زي ما انتم شايفين كده، دي الفرونتاليز ماشي، خلي العين يغمض عينيه قوي ويقفل عينيه قوي، واحاول ان انا افتحهم فورسبلي، المفروض الاي لاشز ما تبقاش ظاهره، احاول ان انا افتح الايه الاي فورسبلي بالقوه كده، المفروض انها ما تتفتحش قوي معايا، لكن لو في ناحيه ويك بتبقى ويك. طبعا الايه بخلي العيان يبين لي اسنانه او يضحك او ان هو يعمل كده، ينفخ بقه هوا ويقفل بقه بحيث ان انا اشوف قوه الباكسينيتور بايلاترال. ده كده الاكزامينيشن بتاع الايه الفيشيال ماسلز facial muscles. طبعا عشان اشوف اللاكريميشن بنعمل حاجه اسمها شيرمر تيست. شيرمر تيست طبعا شيرمر تيست بنحط
فلتر بيبر في اللور ايليد، ونشوف هو هيحصل له سوكينج طول قد ايه. يعني نورمال المفروض 15 مللي يبقوا ويت في ان 5 مينتس، يعني اسيب البيبر ديت لمده 5 دقائق، المفروض يعني يبقى خمس، المفروض يتملى او يعني تبقى ويت 15 مللي مثلا من هنا من الاي من جوه لغايه هنا، دي 15 مللي نورمال. مثلا ممكن في الناحيه اللي هي الاب نورمال هنلاقي فيها الدراي سكريشنز هنلاقي اقل من كده. كرينيال نيرف طبعا اللي هو الفيشيال، في ابر موتور ولور موتور. المقصود بالابر موتور واللور موتور يعني ايه؟ يعني لو لور موتور يعني الفيشيال نيرف نيوكليوس نفسها افكتد، الفيشيال نيرف نيوكليوس و او الفيشيال نيرف فايبرز نفسها ماشي along الباسوي بتاعه افكتد، ده اسمه لور موتور. اما الابر موتور مقصود بيه البيراميدال تراكت اللي نازل من البرين فوق اللي نازل من البرين فوق لغايه الفيشيال نيرف ماشي، هو اللي افكت. يعني الابر موتور يعني البيراميدال تراكت فوق الفيشيال نيرف نيوكليوس، اما اللور موتور هو الفيشيال نيرف نيوكليوس نفسها او النيرف نفسه. ما يميز كل واحد فيهم ان اللور موتور نيورون فيشيال بياخد الفيس كله زي ما انتم شايفين كده، الفيس كله هنا باراليز ده، يعني الفرونتاليز، الروبوكيولاريز، النزاليز، الباكسينيتور، الروبوكيولاريز اوكيلاي، المنتاليز ماشي. اما في الابر موتور بيبقى انكمبليت ويكنس، بياخد اللور فيس بس، وده له سبب ان احنا البيراميدال تراكت بيبقى سبلاينج الكرينيال نيرفز بايلاترال. يعني ايه؟ يعني لو رايت فيشيال نيوكليوس تبقى سبلايد بالبيراميدال من الرايت ومن الليفت ماشي. فالابر فيس، الابر فيس نيوكليوس سبلايد بالناحيتين بيراميدال، عشان كده الابر فيس بيبقى نوت افكتد، لان هو لو الناحيه لو البيراميدال تراكت اتضرب في ناحيه الناحيه الثانيه هيبقى سليم. انما اللور نيوكليوس بتاعت الفيشيال، لان الفيشيال لها تو نيوكليوس ابر ولور نيوكليوس، اللور نيوكليوس دي بتبقى سبلايد من يونيلاترال، فبالتالي لو يونيلاترال بيراميدال لو حصل في ليجن كده لا يبقى كده هيبقى في ويكنس. فعشان كده الابر موتور بياخد اللور فيس بس، ودي بتبقى معاها هيمبليجيا طبعا. طبعا التامن بقى اللي هو الفيستيبولار كوكلر، طبعا في تو كومبوننتس، في فيستيبولار وفي كوكلر. كوكلر مسؤول عن الاوديتوري، الاوديتوري طبعا بنعمل الريني والويبر تيست ونشوف هل في الكوندكشن بتاع الاير افضل ولا الكوندكشن بتاع البون افضل. المفروض طبعا في كوندكتيف ديفنس البون كوندكشن افضل، اما في سنسري نيورال هيرنج لوس ماشي الاير كوندكشن احسن من الايه بون كوندكشن. فاحنا بنعمل الريني، بنحط التيونينج فورك تيست على البون اللي ورا الماستويد بون ورا الاير، وبعد ما نعمل لها تابنج، وبعدين بعد ما يقول ان هو خلاص ما عادش سامعها بننقلها قدام. لو فضل لو هو سامعها قدام يبقى معنى كده ان الاير احسن، الاير كوندكشن احسن، معنى كده ان هي الاير دي نورمال ماشي، او ان يكون فيها ايه، او ان يكون فيها سنسوري موتور سنسوري نيورال ديفنس. طيب هل هي نورمال بقى ولا فيها ديفنس؟ مع حسب شكوه العيان. ثانيا بنعمل حاجه اسمها الويبر تيست، ان احنا بنحط الفورك عند الفيرتكس او في او عند الجلابيلا، ونشوف هل هي لاترالايزد لانهي اير، هل هي لاترالايزد. لو هي لاترالايزد للجود اير اللي هي مش بيشتكي منها، يبقى معنى كده ان الـ ان الـ ان الـ ان الـ ان الـ ان الهيرنج لوس اللي عندنا ده سنسوري نيورال. لو هي لاترالايزد ل لو لاترالايزد للديف اير يبقى دي بون كوندكشن.
طبعا بنعمل تيستنج برضو للفيستيبولار بالكالوريك تيست اللي هو الايه الكولد ووتر والوارم ووتر. التاسع والعاشر طبعا الجلوسوفارينجيال وسبلاينج الستايلوفارينجيس ماسل، وكمان سبلاينج سنسيشن للبوستير سيرد اوف ذا تانج والفارنكس والميدل اير واوتونوميك للساليفيتري جلانس والفيجاس نيرف. طبعا سنسيشن لل external ear واكسترنال ان اوديتوري كانال والتيمبانيك ميمبرين وسبلانج الماسلز بتاعت البالات والفارنكس واللارنكس طبعا فايل الكلاينت لارينجل، وكمان طبعا الاوتونوميك للكاروتيد باروسيبتورز وسيمباثيتك للثوركس والابدومين. طبعا الجلوسوفارينجل والفيجاس احنا بنعمل لهم تيستنج، بنعمل ان احنا اول حاجه بنشوف البالات نفسها، بنشوف السوفت بالات نشوف هل فيها ديفيجن ولا لا، وبعد كده بنعمل حاجه اسمها جاج ريفلكس وبلاتر ريفلكس. الجاج البلاتر ريفلكس انا بعمل تاتشنج للسوفت بالات بتانج ديبريسور، والجاج بعمل تاتشنج للباك بتاع الثروت اللي هو الفارنكس، يعني السايز بتاعت الفارنكس رايت وليفت، واشوف هل الجاج المفروض نورمال جاج نورمال كوفينج موجود ولا لا جاج كوفينج. بالنسبه للديفيجن احنا الديفيجن عاملين كده زي رول للديفيجن عشان نفتكره ما ننساهوش، ان احنا الكريان نيرف اللي هو العاشر والسابع لو انتوا فاكرين الفيشيا اللي احنا قلنا عليه كان الديفيجن بيبقى ناحيه الهيلسي عشان خاطر الهيلسي سايد هو اللي شغال فبيشد المسلز ناحيته، فالديفيجن بيبقى ناحيه الهيلسي. هنا برضو الجاج برضو اسف البالات سوفت بالات لو فيها باراليسز بتبقى ديفيتد برضو ناحيه الهيلسي، ناحيه الهيلسي زي ما احنا كده هنشوف. احنا بنخلي البيشنت يفتح ماشي ونشوف الديفيجن بتاع الايه البالات. طبعا هنا البالات البيز بتاعها سنتر في السنتر يبقى كده نورمال ما عندناش مشكله فيها، انما لو هي ديفيتد لناحيه ماشي بتبقى ايه طبعا ديفيد للهيلسي سايد، يبقى معنى كده ان الديفيجن للهيلسي يعني معنى كده الاذر سايد هي اللي افكتد. ماشي بدخل تانج ديبريسور واعمل تاتشنج للبلت نفسها، وبعد كده اعمل تاتشنج للفارنكس يمين وشمال عشان اشوف ايه نورمال جاج او كوف جاج ريفلكس اللي هو يبقى نورمال، لو اكسجريتد قوي بيبقى اب نورمال، لو ابسنت بيبقى نورمال اب نورمال، لو ابسنت طبعا جاج ريفلكس في لما يكون فيه بالبر بولسي ترو بالبر بولسي، اما لو هو اكسجريتد بيبقى سودو بالبر بولسي، وبعد كده هناخد الفرق بين الترو والسودو بالبر بولسي. الاكسسوري اللي هو ال 11 طبعا سباينال اكسسوري نيرف طبعا بيعمل سبلاينج للترابيزيوس والاسترنوماستويد ماسلز، فاحنا بنعمل اكزامينيشن للاسترنوماستويد والترابيزيوس ماسل. يعني الترابيزيوس بنخلي البيشنت يرفع الشولدرز بتاعته ونحاول ان احنا ايه ننزلهم كده بقوه، طبعا نورمال المفروض ان هو ما ينزلوش يعني بيبقوا اقوياء ماشي. اما الاسترنوماستويد طبعا بخلي البيشنت يعمل تيرنينج للهيد تو وان سايد، يعني مثلا اخليه يبص ناحيه اليمين او ناحيه الشمال بالهيد كلها، يعمل تيرنينج للهيد ناحيه الرايت سايد او ناحيه الليفت سايد، وانا اعمل ريزيستنس يعني اقاوم حركه راسه الهيد تيرنينج دي. لو انتوا طبعا يعني مركزين ان الرايت ستيرنوماستويد بتعمل تيرنينج للهيد ناحيه الليفت، يعني انا لو هعمل اكزامينشن للرايت ستيرنوماستويد هقول له لف براسك ناحيه الشمال، اخليه يبص ناحيه الشمال واحاول اعمل مقاومه زي ما انتم شايفين. ده الترابيزيوس تاني اخليه يعمل مقاومه لايدي، يعني انا هزق بايديا وهو هيزق براسه زي ما انتم شايفين كده ماشي. يبقى الرايت بتعمل ديفيجن للهيد ناحيه الليفت والليفت بتعمل ديفيجن للهيد ناحيه الرايت.
اخر كرينيال نيرف هو الهايبوجلوسال نيرف. الهايبوجلوسال نيرف طبعا ذا موتور نيرف سبلاينج المسلز اوف ذا تانج. طبعا انا بعمل اكزامينشن الكرينيال نيرف ده اول حاجه ببص على التانج نفسه، يعني حتى وهو جوه وهو جوه قبل ما اخليه يعمله بروتروجن، واشوف السايز بتاعه هل هو ويستد. انتوا شايفين مثلا الناحيه دي مثلا كده ويستد شويه، ويستد عندي، يعني معنى كده ان في هنا ليفت هايبوجلوسال نيرف في ليجن هنا، لان هنا في ويستنج. السايز بتاع التانج الكوروجيشنز بناخدها، بناخد بالنا من الويستنج ده من الكوروجيشنز بتاعه الميوكوزا، ماشي. بنبص على انفلانتري موفمنتس فيها، هل فيها تريمورز، هل فيها كوريا، هل فيها حاجه اسمها فاسيكيليشنز. بنشوف الديفيجن بقى، بخلي البيشنت هنا يطلع لسانه بره وبص على الديفيجن. هو هنا بقى الديفيجن بيبقى ناحيه الديزيزد سايت، ناحيه الديزيزد سايت، زي بايه ما احنا قلنا، زي ما قلنا الجو، الجو برضو بيبقى ناحيه الديزيزد سايت. لو انتوا فاكرين ان الجو اللي هو في الترايجيمنال نيرف، لما باجي البيشنت يعمل بروتروجن للجو بتاعه او اوبننج للماوس، فيحصل لو في باراليسيس مثلا في الليفت ترايجيمنال، ماشي، هيحصل ديفيجن تو ذا ليفت. هنا برضو نفس الكلام، التانج هيحصل هنا عندنا الليفت مثلا اهوت، هيحصل ديفيجن للتانج ناحيه الليفت سايد، ماشي. في عندنا زي ما قلنا رول كده، رول اوف 17. يعني ايه رول اوف 17؟ ده دي حاجه كده للتذكره، يعني احنا عندنا العصب اللي هو الخامس اللي هو الترايجيمينال، او العصب اللي هو ال 12، الاثنين مجموعهم 17، 5 و12 17، دول الديفيجن فيهم بيبقى للديزيزد سايت. 10 و7 برضه 17، ال 10 اللي هو الفيجاس نيرف وال7 اللي هو الفيشيال نيرف، بيبقى الديفيجن فيهم للهيلسي سايت، ده عشان التذكره. طيب بعد كده انا شفت الديفيجن. طبعا هو ساعات في يعني ناس يقولوا صعب الديفيجن يتشاف، لما بنعمل كده بنخلي البيشنت ساعات يقلب لسانه لفوق جوه، وهو جوه بقه ببص على الفرينيولم اللي هو اللي نازل من تحت الطنج ده، واشوفه هل هو قصاد السنترال انسيزورز ولا لا. يعني انا هل العيان بيبقى عنده فيشيال نيرف ويكنس، يعني فبالتالي في عوجه في الجو بتاعه مثلا، يعني انا يعني يتهيأ لي كده ان دي عوجه في الجو نتيجه ان الفيشيال، ولا هي نتيجه ان الطنج فعلا مش، او ان الجو نفسه هو اللي ديفييتد. ممكن لو الجو نفسه ديفييتد كمان انا مش هبقى شايف الديفيجن ده، هل هو من هل هو من التانج، هل هو من الجو ترجمينال. فببص على السنترال انسيزور، ببص على السنترال انسيزورز فوق، عارفين السنتين اللي فوق اللي هم قدام السنترال انسيزورز اللي ما بينهم، الفرقه اللي ما بينهم دي المفروض تكون ماشيه مع الفرينيولم اوف ذا تانج، اللي هو الرفيع اللي تحت التانج ده، المفروض ان هو يبقى ده في نفس الخط مع ده. يعني دي طريقه تانيه ان احنا نشوف بيها الايه الديفيجن بتاع التانج. طبعا بعمل بعد كده بقى اكزامينشن الباور بتاع الايه، الباور بتاع التانج، بخلي البيشنت يحرك لسانه يمين وشمال جوه بقه، يزق بيها صبعي اللي انا هحطه على الخد بتاعه عشان خاطر، واخليه يزق صبعي بلسانه واشوف قوه اللسان ايه. زي ما انتم شايفين كده، هو بيزق ايديا بلسانه من جوه ناحيتين واشوف قوه الايه اللسان ايه. طبعا ده كده كان اخر كرينيال نيرف اللي هو الهايبوجلوستال نيرف. اتمنى ان يكون ان شاء الله الكلام كان مبسط وبسيط، والفيديوهات يعني حاولت على قد ما اقدر انها تكون مفيده. هيبقى في ام اس كيو كده للتدريب، هنزلها مع ان شاء الله مع الفيديو او على الجروب. شكرا جدا لحضراتكم. Thank you.